بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 66 بعد 100. لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآية. الواجب عليك المبادرة، وعلى كل عاص أن يبادر بالتوبة إلى الله، توبة النصوح، التوبة الصحيحة الخالصة التي تشتمل على شروط صحة التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والندم على فعله. لا بد من هذه الشروط. وأما قوله أنه وقع في كبيرة في رمضان، فلا ندري إن كانت هذه الكبيرة أنه شرب مسكرا في نهار رمضان، أو أنه ارتكب زنا، أو جامع زوجته في نهار رمضان، فإن من جامع في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. وأما غير الجماع من المعاصي فعليه التوبة إلى الله، وإن كان إنه شرب مسكرا فإنه يبطل صومه ويقضي هذا اليوم. وأما إذا كانت معصية ليس فيها شراب ولا أكل، فإنه يكفي التوبة، يكفي التوبة إلى الله والاستغفار، كالغيبة والنميمة والشتم أو النظر المحرم أو غير ذلك من الأمور التي هي ليست أكلا ولا شربا ولا جماعا، فيها التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. من سيناء السائل أحمد يقول: ما حكم الأذان والصلاة في وسط القبور في المقبرة مأجورين؟ لا تجوز الصلاة في المقابر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. مساجد معناها المصليات، سواء بني عليها مساجد أو لم يبنى، وكل مكان صلى فيه الإنسان فهو مسجد، بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تجوز الصلاة عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، ويجب على المسلم أن يتعلم أمور العقيدة حتى يتجنب ما يخل بها، يتعلم أنواع الشرك كما يتعلم أنواع التوحيد، تعلم هذا وتعلم هذا، تعلم التوحيد من أجل أن يؤديه، ويتجنب الشرك ويتعلم الشرك من أجل أن يجتنبه، لأن الإنسان إذا لم يعرف الشر فإنه يقع فيه فهو لا يدري. قد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلا بد أن الإنسان يعرف الأشياء التي تخل بدينه ولا سيما العقيدة من أجل أن يتجنبها، وإذا كان يجهلها يقع فيها ولا يدري. ولا يجوز الأذان في المقبرة، الأذان لا يجوز في المقبرة، وإنما يؤذن في المكان اللائق بالأذان، في المسجد أو المكان الذي يريد أن يصلي فيه خارج المقبرة، إذا حضرت الصلاة وهو في بر أو في سفر فإنه يؤذن ولو كان وحده، إذا كان معه جماعة فالأذان يتأكد ولو كانوا في سفر أو في بر، إنهم يؤذنون للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من سيناء: ما حكم الشرع في نظركم في مصافحة أم زوجتك قبل أن تقرأ الفاتحة وقبل العقد؟ لا يجوز مصافحتها إلا بعد العقد، أما قبل العقد فلا تجوز مصافحتها لأنها أجنبية، ولا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له وليست من محارمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبايع النساء بالكلام، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما في ذلك من الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم السائلة فا عين فا تذكر وتقول بأنني أحاول أن أبر والدتي خوفا من عقاب الله عز وجل، وأنا أقوم بمساعدتها في المنزل، لكن والدتي تكلفني بعمل لا أستطيع أن أؤديه، ولدي 3 من الأخوات لا يقومون بمساعدتي في المنزل، فأضطر في بعض الأحيان إلى رفض ما تطلبه مني والدتي، وأقول لها لماذا لم تطلبي من أخواتي الباقيات فلا تطلب منهن المساعدة وتقوم بعمل ما تريده هي، فهل أعتبر عاقة لها مع أنني والحمد لله لا أريد أن أعقها ولكن أريد البر، ولكنها لا تساوي بيننا في العمل، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ عليك بطاعة والدتك فيما تستطيعين، أما دمت تستطيعين العمل فإنه يجب عليك طاعة والدتي، وهذا رزق ساقه الله إليك أن والدتك خصتك بالأوامر التي تستطيعين فعلها، هذا رزق ساقه الله إليك لأنه بر وطاعة لوالدتك، ولو لم تأمر أخواتك الأخرى يجب عليك طاعة والدتك والبر بها لأن هذا من حق بالفرح بهذا الأمر، هذا البر الذي هيأه الله لك، وإذا كنت تعجزين عن العمل أو لا تستطيعينه فأخبري والدتك أنك لا تستطيعين أو أنك مريضة أو أن هذا عمل لا تستطيعين فعله، فأخبري والدتك واعتذري منها حتى تسمع. نعم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من البحرين من الرفاع عين سين، تقول فضيلة الشيخ أنا فتاة بعد وفاة الوالدة رحمها الله أعيش في حزن لأن عائلتي متقاطعة لا يعرفون صلة الأرحام، أنا قلبي نظيم تجاههم وإذا قمت بزيارتهم كأنني حشرة داخلة عليهم، وأنا فقيرة ومحافظة ومن عمري ما طلبت منهم أي شيء، هل أقوم بزيارتهم أم أقاطعهم ووجهوني في ذلك مأجورين؟ نعم، صلة الأرحام واجبة، ولو كانوا يقاطعونك فصليهم، أدي ما عليك من حقهم، وأما ما قصروا به من حقك مسؤوليته عليهم، والذي يواصل أقاربه وهم يقاطعونه هذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. الحديث صل رحمك وإن قطعوك، قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وجاءه رجل يشكو إليه أقاربه وقال إني أصلهم ويقطعونني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فإنما تسفهم المن ولا يزال عليك ولا يزال معك من الله ظهير يعني معين عليهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم حثه على الاستمرار في صلتهم وإن قطعوه، فعليك بمواصلة أقاربهم، وكونهم يكرهونك أو لا يستقبلونك هذا لا يمنعك من مواصلتهم، وإن كان أن عندك خلل أو خطأ وهم يكرهونك من أجله فأزيلي هذا الخلل أو هذا الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم، المستمع من اليمن محافظة تعز ميم سين ميم سين أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال ما رأي فضيلة الشيخ في الأناشيد الإسلامية بالنسبة للشباب؟ الأناشيد من الأغاني، نوع من الأغاني، لا سيما إذا كانت بأصوات جماعية وبأصوات منغمة فإنها من الأغاني، وإذا صاحبها شيء من آلة اللهو فإنها تكون أيضا أشد تحريما،
ليس هناك أناشيد إسلامية، لما هذا اسم محدث، فلو قيل الأناشيد فقط صار هذا هو الحقيقة، وأما تلبيسها اسم إسلامية فليس في الإسلام أناشيد، وإنما هذا من اصطلاح الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالأناشيد، وليس هو من اصطلاح أهل السنة. فالواجب ترك هذه الأناشيد لأنها شغلت الناس الآن، شغلت الشباب وامتلأت بها بعض البيوت، شغلتهم عن ذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ وهل أيضا على الذهب المكنوز أيضا زكاة؟ الذهب المكنوز نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب بنفسها وبضمه إلى مال زكوي آخر. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ومضرورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم أذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو الذي لا تؤدى زكاة، أما الذي تؤدى زكاته فليس بكنز. أما الذهب الذي يلبس فالصحيح أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: بالنسبة للصلاة الأحذية، هل ورد في ذلك شيء من الأحاديث؟ وأذكروا لنا الحالات التي يجوز فيها لبس الأحذية. الأصل أن الصلاة بالأحذية سنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يأمر بالصلاة بالأحذية ويقول خالف اليهود. فالأصل أن لبس الأحذية في الصلاة سنة إذا تيسر، أما إذا لم يتيسر بأن شق على الناس لبسها أو كان المكان غير مناسب للبس الأحذية في المساجد الآن أصبحت مفروشة وأصبحت معتنى بها، ولو دخلها بالأحذية للوث الفراش فلا ينبغي أن يصلي يدخلها بالأحذية. خلاف المساجد، وضع المساجد في الزمان السابق كانت من التراب، كانت أتربة لا يؤثر فيها المشي بالأحذية، فالوضع اختلف الآن. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة يقول فضيلة الشيخ: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، هل يتقي الله في النصف الباقي؟ ما هو النصف الباقي وما معنى هذا الحديث؟ نعم، إذا تزوج استكمل نصف الدين يعني حمى عرضه من الوقوع في الفاحشة، فيكمل بقية دينه بالمحافظة على بقية الأوامر وتجنب المحرمات. هذا يدل على أهمية الزواج لما فيه من المصالح العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر قبل الزواج؟ إذا كنت تخاف على نفسك، أولا إذا كان عندك مال يتسع للزواج وللحج ألا مانع أنك تحج قبل أن تتزوج، لأنه يبقى للحج ما يبقى للزواج ما يكفيه. أما إذا كان المال لا يتسع وإنما يكلف الحج أو الزواج فقط، حينئذ إن كنت تخاف على نفسك من العنت أو الوقوع في الفاحشة فإنك تقدم الزواج على الحج، لأن الزواج يصبح من الضروريات في حقك، والضروريات مقدمة على الحج. أما إذا كنت لا تخاف على نفسك فإنك تقدم الحج لأنه فريضة من فرائض وركن من أركان الإسلام فتبادر بأدائه. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: عبلة بوفلخة من ولاية تيجل بالجزائر، فضيلة الشيخ: عندما ينذر الإنسان أن يصوم أيام، فهل يجب عليه أن تكون متتابعة مثل صيام الكفارة أم لا؟ هذا حسب النية، إن نواها متتابعة أو تلفظ على
صيام أيام متتابعة وجب عليه التتابع، أما إذا لم يتلفظ بالتتابع ولم ينوه بقلبه فإنه لا يلزمه التتابع، أو عين شهرا أو أسبوعا هذا لا يكون إلا متتابعا. لو قال شهر رجب مثلا أو شهر شعبان أو شهر أي شهر من الشهور نذر أن يصومه فإنه لا بد من التتابع، أو الأسبوع يعني الأسبوع لا بد من التتابع. أما لو قال أيام 10 أيام 20 يوم ولم يحدد أو شهرا غير معين فإنه لا يلزمه التتابع إلا بنية أو بتلفظ. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة من الجزائر تسأل أيها فضيلة الشيخ وتقول: ما الأفضل للمرأة، أن تصلي في بيتها أم في المسجد؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لأنه أستر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصلاة في بيوتهن لأنه أستر لهن، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. آخر أسئلة السائلة عبلة من الجزائر تقول: بأنها الآن منشغلة بحفظ القرآن الكريم، ولكنني لا أعرف أحكام الترتيب، وقد حاولت أن أتعلمها من الكتب فلم أفلح، فما هي أحسن الطريقة في تعلم ذلك مع العلم بأنه لا يوجد شخص عندما أستطيع أن أذهب عنده لتعليمي وجهوني مأجوري؟ أولا، تعلم أحكام التجويد ليس بواجب لأنه من المحسنات، وإنما الواجب تعديل قراءة القرآن من اللحن والخطأ في رفع المنصوب أو نصب المرفوع أو غير ذلك. هذا هو الواجب. أما التجويد الذي هو مثلا المد والإدغام والغلة فهذا من المحسنات ومن حسن الأداء، فإذا أمكن فحسن، وإن لم يمكن فليس الواجب. وأما الطريقة التي تتعلمين بها، فإن وجدت مقرئة مجيدة تقرأين عليها القرآن أو أحد من محارمك يجيد تلاوة القرآن، فإنك تتعلمين القرآن على يد قريبتك أو يد قريبك. وأما إذا لم يمكن هذا فبإمكانك الاستماع إلى المصاحف المرتلة، وهي كثيرة وميسورة ولله الحمد، فعليك أنك تأخذين من المصاحف المرتلة وتتابعينها وتقرأين القرآن من سماعها ومتابعتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أخوكم في الله خالد صاع عين يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديثين الذي ما معناه صلوا قبل المغرب، وفي قوله رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، هل الصلاة هذه قبل دخول صلاة المغرب والعصر أم بين الأذان والإقامة؟ وما هي صلاة الأوابين وما عدد الركعات مأجورين؟ نعم، الصلاة التي قبل المغرب هذه سنة مطلقة وليست راتبة. نعم. يستحب أنه إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب أن يصلي ركعتين نافلة، وكذلك الصلاة قبل العصر ليست راتبة وإنما هي من النفل المطلق إذا تيسر، يصلي قبل العصر ركعتين أو 4 ركعات وهذا أفضل، ولكنها ليست براتبة ويكون بعد دخول وقت العصر. وأما صلاة الأوابين فإنها صلاة الضحى، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تنزل حرارة الشمس على الأرض. نعم. فلا تستطيع الفصال وهي صغار الإبل المشي على الأرض لحرارتها،
هذا الأفضل لوقت صلاة الضحى، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس إلى الرمح إلى قبيل الزوال، ولكن إذا أخرها إلى آخر الضحى فهو أفضل، وهو صلاة الأوابين. وورد أيضا أن صلاة الأوابين بعد بين العشاء بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل خالد فضيلة الشيخ يقول: إذا تاب الإنسان والتزم وجاهد نفسه خوفا من الله وطمعا في مرضاته وكثيرا ما يتذكر المعاصي السابقة فتحن أحيانا إليها نفسه، ولكنه يجاهد هذه النفس وقد تركها ونفسه تتوق لها، فهل هذا يتعارض مع شروط التوبة النصوح من ندم على المعاصي مع أنه تاب والنفس راغبة في تلك المعاصي ولكنه يأخذها بالمجاهدة والزجر؟ نعم، من شروط التوبة أن يندم على الذنوب التي وقعت منه، يندم عليها ويخاف من عقوبتها، لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل مارك يخاف أن ينقض عليه، وأما المنافق يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه ثم طار. المؤمن يعظم حرمات الله ويندم على الذنوب والمعاصي، وإذا قدر أن نفسه راودته عليها وكان نادما على ما فعل، ولكن حكم الأمر النفس الأمارة بالسوء أو جلساء السوء أو زين الشيطان، عليه أن يزيل ذلك، عليه أن يزيل ذلك الرجوع إلى الله عز وجل والخوف من الله عز وجل، ويبتعد عن أسباب المعاصي، لأنه ربما أن الإنسان يترك المعاصي لكن يخالط أهلها، أو يعمل الأسباب التي توصل إلينا كالنظر المحرم أو السماع المحرم، وما أكثر ما يجري بالمعاصي في هذا الزمان بواسطة الشاشات التلفزيونية التي تجلب المحطات الماجنة، هذا من أسباب الوقوع في المعاصي والشهوات. يبتعد الإنسان عن هذه الأسباب القبيحة ولا تزينها، وكذلك لا تزين مجالس السوء وجلساء السوء، لجيل يحافظ على دينه من أجل أن يبتعد عن المعاصي، لأن الإنسان بشر ضعيف، فإذا تعاطى الأسباب التي تؤدي إلى المعصية فإن ذلك يجره إليها ولو على المدى البعيد. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله من الذنوب وأن يترك الأسباب التي سببت له الوقوع في الذنوب. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يخاف على نفسه من الرياء فهل له ألا يصلي النوافل التي اعتاد عليها سرا إذا جاء وقتها لحضرة الناس وهو يعلم أنه قد يداخله شعور بالمراعاة؟ وهل له أن يقول إذا كان صائما تطوع أنه ليس بصائم حرصا على الإخلاص وجهون في ذلك؟ الحرص والرياء أمر مطلوب وأمر مستحب أو واجب. الإنسان إذا خاف الرياء على نفسه فإن ذلك يدعوه إلى الإخلاص، وكان الصحابة يخافون على أنفسهم خافون على أنفسهم من الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر. سئل عنه قال: الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، الرياء خطير بلا شك والخوف منه واجب، ولكن لا يمنع من فعل الطاعات. هذا من الشيطان، من الشيطان يقول لك لا تصلي لأن ترائي، لا تتصدق، لا تروح تصلي من المسجد، لا تصوم لأن تصاب بالرياء. هذا كله من الشيطان، فعلى المسلم أنه يستعين من الشيطان وأن يعمل الأعمال الصالحة ويخلص النية لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم.
سماحكم الشيخ، هذا الشاب سوري يعمل في إحدى الشركات في المملكة. يقول فضيلة الشيخ، يوجد في هذه الشركة التي أعمل فيها أغنام كثيرة ترعى في محاور رشاشات، مساحة الرشاش حوالي 600 دونم، وترعى في هذه المساحة حوالي 10,000 رأس من الغنم مقسمة إلى 7 أو 8 أقسام، وكل قسم يرعى بها راعي، وبعض هؤلاء الرعاة فضيلة الشيخ يحملون القرآن ويقرؤون منه ويتركون الأغنام تذهب إلى إلفاقها، مما يتسبب في ذلك التعب، ويحصل أيضا مشاجرات. فهل يجوز لي أن أمنعهم من قراءة القرآن علما بأن لديهم متسع من الوقت من الساعة 3 عصرا وحتى 7 صباحا مأجورين؟ نعم، لك أن تمنعهم من قراءة القرآن، لأن إذا تعارضت مع العمل الذي هم مكلفون به ومطلوب منهم ويأخذون عليه أجرة، فإنهم لا يجوز لهم أن يخلوا بالعمل ويقولون نحن نقرأ القرآن. فلا يجوز للإنسان أنه يشتغل بالصلاة ويضيع العمل الذي هو مستحفظ عليه، لأن هذا أمانة ويأخذ عليه مقابل، إنما صلاة الفريضة هي التي لا عذر عن أدائها، وأما الأعمال المستحبة فإن الإنسان لا يشتغل بها ويترك عمله الذي كلف به والذي يأخذ عليه أجرا. فيجعلون لتعلم القرآن أو تلاوة القرآن وقتا غير وقت العمل إذا تعارض مع العمل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتاة، وقد أجاب مشكورا على تساؤلاتكم واستفساراتكم. شكرا لكم، شكرا لكم.